سلام، أنا هنادي، واليوم مقطع قصصي مختلف عن العادة، لأنه أنا دائماً أسوي مقاطع عن القصص اللي أكون فيها أنا المسكينة مرهفة المشاعر اللي أكلت كل المصايب وانظلمت بشكل كامل. لكن قلت ليش ما نغير شوي وأحكي لكم قصص جبت فيها أم العيد وظلمت فيها ناس وكنت أنا المخطئة بنسبة 100%. يلا بدينا فضايح. في نصف سنة 2020 كان هو اليوم اللي نزلت فيه فيديو مميز ولطيف اسمه ما هو الأرتلوك؟ إيش أسبابه وحلوله؟ وكثير منكم ممكن يعرفون قناتي منه. هذا الفيديو كان من الفيديوهات اللي حطت عليها كل تعبي وعرقي ومهاراتي فيها على ذيك الأيام، وحتى كان أول ظهور رسمي لشخصية تيكي مع صوتها، وبوقتها ما كان جايب كثر مشاهدات، يعني ممكن 1000 أو 2000 مشاهدة ماكس، ولكن بسبب إنسانة رهيبة ما أنسى معروفها ساعدتني وخلت المقطع ينتشر من دون ما أطلب منها. وصل المقطع 20,000 مشاهدة خلال كم يوم. في ذيك الفترة كنت سعيدة لدرجة مو طبيعية وفخورة بهذاك الفيديو، لكن يمكن كان فخري أكثر من اللازم وبتفهمون ليش بهالقصة. بعد ما هالفيديو نجح وصرت فرحانة فيه، صرت طول الوقت أقرأ التعليقات وأشوف كمية كلام إيجابي ودعم مو طبيعي، فكنت كل شوي أحدث الصفحة وأقرأ بشكل جديد وأنا متحمسة، وظليت كذا لفترة كم أسبوع. بصراحة كنت جدا مجنونة، أول مرة ينفجر فيديو عندي ما تقدر تلوموني. بعد فترة معينة لاحظت كم شخص بالتعليقات يكتبون لي أشياء مثل هنادي في وحدة نزلت فيديو يشبه الفيديو حقك شوي، وشخص ثاني يقول هنادي ترى في وحدة اسمها آنسة فطر قلدت نفس أفكارك بالضبط. طبعا أنا بعطيها اسم آنسة فطر، هذا مو اسمها الحقيقي. أنا هنا استغربت شوي، كيف وحدة سرقت أفكاري؟ فرحت بحثت عن الاسم اللي اعطوني اياه آنسة فطر، واشوف قناتها والاحظ انه عندها مقطع جديد ما كمل كم يوم. ادخل عليه الاقي انها مستخدمه اشياء متشابهه كثير من المقطع حقي حق الارتلوك، نفس الخلفيه حق النقط، نفس فكره الشخصيه الصغيره حق تيكي باسم شكل مختلف، وحسيت كانها تقلدني. طبعا قبل لا اكمل حابه اوضح لكم شيء، هذا شيء جدا عادي. انا ما املك حقوق خلفيه الدوائر طبعا، ولا حقوق انه الواحد يسوي شخصيه صغيره ويسميها باي اسم. هذا شيء جدا منتشر وموجود قبلي من آلاف السنين، لا مو من آلاف السنين، هذا شيء موجود قبلي من عشرات السنين، لكن أنا وقتها ما كنت فاهمة هالفكرة، وزي ما قلت لكم كنت جدا فخورة بالفيديو حقي، فيوم شفت كل هالتشابهات في وقت واحد في المقطع حقها انصدمت وحسيت بالغضب، إنه مين هذه الإنسان عشان تسرق أفكار اللي ما في زيها بالكوكب؟ وجلست أفكر وش أسوي؟ وش أسوي؟ لأنه ما أقدر أرفع لها كوبي رايت ولا أقدر أسوي لها بلاغ، وأصلا ما كنت أعرف كيف أسوي ولا واحد من هذول وقتها، فعلى طول رحت قلت لمين؟ الأسطورة المعروفة بسيدة برتقالة، أو بس برتقالة، اللي يفتكرها يفتكرها، أظن أغلبكم يعرفها. فرحت قلت لها اسمعي، في وحدة واضح إنها سرقت أفكاري، شوف الفيديو حقها. وعاد برتقالة على طول بدون تفكير، إي والله ذي واضح سرقتك، عيني عينك، لازم توقفيها عند حدها وتاخذين حقك منها. وأنا أقول لها ويت، من جد متأكدة؟ وهي تأكد لي إي روحي بالخاص كلميها لا تسيبيها. طبعا ممكن في ناس لطيفين يقولون هنادي كانت مسكينة وبرتقالة حرضتني عليها وأنا بريئة ومالي ذنب وكذا، لكن بالنهاية لا، ما يصير، أنا أكيد مسؤولة عن تصرفاتي في النهاية، وما يصير إني بس ألوم برتقالة عشانها شجعتني مع إني أنا أعطيتها فكرة إنه هذه قاعدة تسرق مني، يعني حتى ما أعطيتها فكرة إنها أوكي شوفي هل تحسين هل كذا كذا كذا، لا على طول قلت لها هي سرقتني إيش رأيك؟ وأنا جبت العيد كثير فصدقوني أنا الملامة. فرحت دورت حساب آنسة فطر في الأنستا وجيت بالخاص عندها وقلت لها بالحرف الواحد امسحي الفيديو الحين أحسن لك. شايفين الأسلوب الخايس؟ وش كنت أفكر وقتها؟ وهي ترد علي اي فيديو وش تقصدين؟ وانا اقول لها بنفس الصوت المزعج انتي عارفة نفسك يا حرامية، احذف الفيديو الان. الو انا مش كنت شاربة يومتها، وهي ضايعة مو فاهمة وش السالفة. بعدين قمت اشرح لها انها قلدتني وعيني عينك ماخذة كل افكاري اللي ما هي افكار جديدة اساسا، وهي تقول لي لا انا ما سرقت افكارك هذه صدفة وكذا وكذا. والمشكلة اني انا وقتها كنت مقتنعة 100% اني صح واني انا المسكينة البريئة، فعشان كذا كان راسي محجر ولا اسمع ولا اي شيء تقوله ولا يدخل براسي، لين صرنا نرسل فويسات لبعض واخاصمها ومدري ايش. هاي الفشيلة. بعد شوية كلام لاحظت انه آنسة فطر بدأت تحاول توصل معي لحل الوسط، وكانت فعلا مرة لطيفة ومؤدبة ومدري كيف صبرت علي يومتها، ما ادري هل كان وقتها عندي متابعين اكثر منها او خافت مني او شيء، بس والله كان عندها يعني احقية انها توريني شغلي بصراحة. فبعدين وصلنا لحل من اقتراحها وكان كالاتي، ما راح احذف الفيديو لكن راح اسوي تعليق مثبت انه اخذت الفكرة منك انت هنادي، وش رايك؟ وانا هنا يا ربي حماتة ربي لا وبالقوة وافق على عرضها الكريم المتكرم، واقول لها يا الله طيب اهم شيء يعرفوني انا الاصلية. كان هذا بس بليز.
ودي اعطي نفسي كف يطيرني للمشتري. وش هالوقاحه والاستحقاقيه الزايده حياتي؟ انت ما افتكرت الدوائر بالخلفيه ولا العكس؟ وفعلا ثاني يوم اروح للفيديو حقها واشوفها فعلا حتى تعليق مثبت انه بعض الافكار بالفيديو مقتبسه من مقطع هنادي وكذا وكذا. وانا وقتها لسه كان بدي اكثر بس قلت خلاص عبا فيهم شيء حاولت. يعني فعلا اللي مقتنع انه صح حتى هو خطا شيء مخيف. ولا تحسبون الحكايه خلصت هنا، لا 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 لا، ترى جاني عقابي ما تخافوا ما هربت. بعد ما خلص هالموقف مرت فتره ممكن كم شهر، وفجاه جت صديقه لأنسة فطر، وما راح اعطيها اسم لانه كان دورها جدا صغير في القصه، فاحفظوا انها صديقه لأنسة فطر. وقامت تقول لي هنادي لازم تعتذرين لأنسة فطر لانك ظلمتيها وكنتي انت غلط وما سرقتك. انا اللي هي صديقه فتره تتكلم عن نفسها، انا اللي اقترحت لها الافكار اساسا وما كان لها دخل بالفيديو حقك ابدا. انا هنا شوي اتجمدت بمكاني لان اصلا وقتها نسيت السالفه بكبرها، ولاني نسيت السالفه كان مخي وقتها صافي وعلى طول استوعبت اني فعلا كنت المخطئة، وكنت جدا حاسة بذنب مو طبيعي لدرجة بنفس الدقيقة رحت على طول لأنا صفتر في الخاص واعتذرت لها اعتذار صريح وانا متفشلة. ولا مو بس كذا، رحت اعتذرت كمان لصديقتها من كثر ما اني كنت حاسة بالذنب، مع انه ما كان لها دخل ولا كان لها داعي اعتذار بس حصلت الاعتذار مجاني، محظوظة. وبعد ما اعتذرت حسيت انه فعلا رضوا عني وسامحوني على حسب ما يعني اتذكر، فالحمد لله. وما عاد فتح الموضوع من جديد أو جابه. لكن لو في شيء على الأقل أقدر أمدحه في نفسي إني بالنهاية فعلا اعتذرت واعترف بالخطأ، وهذا المفروض يكون أبسط شيء الواحد يقدر يسويه لأنه بس كلام حرفيا، بس تقول كلمة آسف. لكن للأسف في كثير ناس هذه الكلمة ما هي موجودة بالمعجم حقهم ومستحيل يعتذرون. بالنسبة للقصة الثانية أشوف إنها صراحة تفشل 10 مرات أكثر من الأولى، لأنه كان اتهام جدا قوي مني وشجاع وجريء. تقريبا كان في سنة 2021، يوم من الأيام كنت جالسة أتصفح تطبيق التيك توك، وفجأة مريت على حساب واحدة عربية ترسم بالأيباد وتسوي طلبات بفلوس. قلت بنفسي أوه كول، خليني أشوف فيديوهاتها وكيف رسمها، يعني اجرب اشوف شو تسوي، استفيد اتعلم whatever. فجلست اتابع مقاطعها، وهي كانت طريقتها بالمقاطع انها تصور بعض الخطوات وهي تسوي الرسمه لين تكملها كامله، لكن كان الشكل الظاهر للفيديو وكانه رسماتها منسوخه، يعني ترسم خط واحد بعدين باللقطه الثانيه فجاه تطلع ربع الرسمه وتكمل ترسم خط وفجاه تطلع الرسمه الكامله. فانا هنا استغربت وقلت كانه في شيء مو طبيعي، كانه في شيء غلط. جلست اكمل اكثر من مقطع والاحظ نفس الشيء بكل فيديوهاتها، فهنا بدات احط عليها توقعات انها تشوف الرسمات بس كانت تسوي هالفيديوهات عشان يعني اني يشوفوا ان رسماتي وهذه خطواتي. وكنت وقتها جدا عدوانية تجاه الناس اللي ينسخون ويقلدون الرسمات دون حقوق، يعني جدا جدا كنت اعصب خلاص كذا باكلهم اكل. فرحت صورت صورة من المقطع حقها، وكانت الصورة عبارة عن وهي كانت ترسم تقريبا غرشة كوكاكولا او شيء زي كذا، فعشان كذا راح نسميها بنت الكولا كاختصار. ونزلت هذيك الصورة في ستوري الانستا حقي وانا كاتبة كلام فوقها واقول هذه البنت تحسب اننا اغبياء وما راح نلاحظ انها ناسخة الرسمات. وجلست اسوي اكثر من ستوري وانا اتكلم عنها واقول اشياء مثل شوفوا مرة واضح ان هنا نسخ، مستحيل سوتها بنفسها. ومتابعيني وقتها يعني كانوا قليلين، افتكر ما قد تعديت 1000 متابع في الانستا لوقت جدا طويل، يعني مشاهدات ستوري 70 اكثر شيء. ويوم حكيت عنها بعض المتابعين قاموا يقولون لي هنادي ترى عندها حساب انستا. وانا هنا ما ادري وش عطاني هالثقة والقناعة الزايدة، لانه الشيء اللي سويته بعده هو اني رحت للستوري وقلت للمتابعين هذا حسابها، روحوا عندها واهجموا عليها. لا لا او شيء مثل الهجوم، عاد ما ادري استعملت كلمه هجوم بس بيسكلي يعني حررت متابعيني عليها. اذكركم انه كل هالسالفه كانت فقط في راسي، كانت تخمين، كانت توقعات وما كان في اي دليل ثابت، وهذا شيء جدا جدا غلط. بعدها تشجعت انا بنفسي ورحت للخاص حقها وكنت اقول لها بطلي تنسخين ترى مره غلط وما يصير هالكلام. بلا 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 الا فجاه تجي تقول لي انت اللي راس الناس علي يا ظالمه، جالسين تقطعين رزقي. وانا طالع كذا مصدومه، يعني استغربت كيف ان البنت مصره على كذبها او هذا اللي كنت احسبه وقتها. فقمت ارد عليها انت الفيديوهات حقتك مره يبينك تنسخين ترى، ما تقدرين تكذبين. وهي تكمل تخاصمني ومصرة وحتى نبرتها نبرة واحدة، يعني واضح انه معاها الحق. فأنا هنا بديت أخاف وأتوتر وما أعرف شو أقول، ففكرت وفكرت وقلت لها طيب أنت وريني الفيديو المسرع حقك حق الرسم عشان نتأكد إنك ما تكذبين. وللي ما يعرف وش هو الفيديو المسرع، بأغلب
برامج الرسم يكون في خاصية اسمها سبيد بينت أو رسم مسرع، بمعنى أنه وانت ترسم يسجل خطواتك عشان في النهاية يوريك إياها من الصفر للنهاية، فهذه أكثر طريقة معتمدة عشان يثبت الرسام أنه فعلا هو رسم الرسمة. فأنا طلبت منها توريني هالفيديو لأني أعرف أنها تستخدم بروكرييت من مقاطعها، وفي هذه الميزة حقت الفيديو اللي هي ترد علي: مين أنت أساسا عشان أوريك دليل؟ أنا هنا انصدمت، ما توقعت هالرد منها أبدا، لدرجة حرفيا ما عرفت وش أقول من كثر ما هي معصبة. صرت خايفة وبدأت أتراجع عن مكاني، ما كانت حتى تبغى تثبت لي، وبس خاصمني إني جالسة أخرب على البزنس حقها عليها. شوفوا، هو بصراحة كونها ما ورتني سبيد بينت ممكن كان شوي مشكوك في أمره يوم أرجع أراجع القصة، لأنها تقدر تسكتني بهذا الإثبات وتخلص من الموضوع، لكن أحس كمان أن أسلوبي كان جدا جدا يعني غلط، وأحس إنه كان من حقها كمان أنها تعصب علي، فما أدري، ما ألومها بنفس الوقت. فما أدري إيش رأيكم بالموضوع، هل تحسون إنه يمكن هي فعلا كانت تنسخ؟ الله أعلم، ما أبغى أدخل بنيتها طبعا. المهم نكمل. بهاللحظة صرت أحس بذنب، ومن كثر الخصام ما عاد أتحمل، تركتها شوي وجلست أفكر. بعدين رجعت وانقلبت الطاولة تماما علي، وصرت أنا أعتذر لها وأقول لها: والله أسفة، حقك علي، أنا تسرعت، الله يخليك سامحيني. ويا ريت إنه الموضوع خلص هناك، لا، جلست ومسكتني تهزيء لا نهائي، وما كأنها تبغى توقف، مصر تطلع كل حرتها علي، وأنا أعيد أعتذر أجان وأجان وأعتذر وأعتذر. والله كان فشيلة. تخيلوا كذا، انا اقول لها اسفه والله اسفه، وهي تقول لي: انت مره تحمستي، وكيف كذا ترسلين الناس علي وتخربين علي؟ وانا عيد اقول لها: سامحيني الله يخليك، ما عيدها. وهي تكمل: الله يهديك، كنت بتخربين علي، وش فيك انت؟ وانا خلاص مو بس بالارتب يعني، ابي اندفن. ادفنوني. فعلا التسرع والتحمس بالمواضيع هو اكثر شيء خلاني اجيب العيد، حرفيا هو السبب المشترك بين هالموقفين. تعلمت من هالمواقف اني ما اتصرف على مشاعري، وافكر كويس قبل ما اتكلم، وقبل ما اتسرع واحاول اذي احد. كمان يوم اجي اكلم احد موضوع، ما اروح وانا حاطه الفكره هذه بالنقاش، يعني ما اقول لاحد: ايش رايك، هل هي قاعده تسرقني؟ لا، اقول: ايش رايك، هل تحسين في شيء غلط؟ كذا ما احط توقعات واتهامات من كافي. بعد ما صار كل هالاشياء، رحت مسحت ستوريات ونزلت ستوريات جديده، وانا اقول اني غلطت وتحمست واني اعتذرت لها، ولا عاد تهجمون، خلاص صاروا حتى المتابعين يرجعون يخاصموني ويقولون لي: هنادي الله يفشلك، رحت خاصمتها والحين بروح اعتذر كل منك. والله اكتفيت تهزيء خلاص. بس تحملت لين انتهت السالفة، وما عاد انفتحت من جديد الحمد لله، وما خلتها بقلبي اني اعتذرت لها، حتى مع اني يعني تهزأت كثير. واتمنى هذيك البنت جابت المبلغ اللي كانت تدور عليه وتوفقت في شغلها، والحين تأكدت انه هنادي ما هي مثالية ابدا 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 ابدا. ولو بتحب تشوفوا قصة برتقالة ومين هي وايش سالفتها، تقدروا تشوفون هالفيديو، حرفيا من اكثر الدرامات الغريبة اللي مرت فيها في حياتي. اشوفكم على خير ومع السلامة.